راني مظبوط الكلام اللي عم تقوله هنادي؟ طبعا مظبوط. بالله وحيات الله. ايه مظبوط، ارتحتوا هلا وما رح خليها تشتغل لا عندك ولا عند فادي، منيح هيك حتى لو قطعوا لي رقبتي. رانيا انتي معقول؟ مو معقول. لا معقول. ليش انتو شفتوا الشي؟ هنادي بكفي خلاص. رانيا احكي، كل متهم بريء حتى تثبتوا ادانته. لا تسكتي، احكي، السكوت علامة الضعف، احكي. مين قال اني ضعيفة؟ ومين قال انه ما فيي احكي؟ اصلا انا عم بعمل كل هيدا الشي لاني بحبكن، بحبكن كتير لانكن رفقاتي، رفقاتي اللي عوضتوني عن عائلتي اللي بعمري ما حسيت فيها. لهيك لما حس وحدي فيكن بخطر انا ما في وقف واتكتف، بدي اعمل شي. خطر؟ رانيا احكي، مين فينا اللي بخطر؟ مين؟ مين؟ ميديا لينا اذا اشتغلت عند فادي رح تعمل علي خطر. ليش؟ لانه لينا بتحب فادي. سارة شوفي حتجننيني، لسه ما لحقت وصلت على البيت، دقيتي لي وقلتي رجع، والله تعبت. هلا شوفتي صارت بتتعب؟ شوفتك ما بتتعب، بس الباصات والشنطه والميكرويات هي اللي بتتعب. ايه معلش حبيبي، بكره لما تسافر بصير معك بظرف شهر زمان وبتشتري سياره موديل سنتا. بالله لانه قالوا لك علي رح اشتغل وزير انا. والله ما بعرف، سأل حالك انت اللي بدك تسافر. سارة شو قصتك انت، شو قصتك؟ قولي لي جوعانه يعني؟ اذا جوعانه امشي اعزميني ناكل شاورما. لا ماني جوعانه، وانا في عندي معك جوز كلام هلا بدي احكيهم وبدك تسمعهم. ايه تفضل احكيهم. كنت قولي على الموبايل ضروري تجيبيني فيس تو فيس يعني. ايه ضروري فيس تو فيس. تفضل هذا السي دي فيه اغاني وكل الاغاني اللي جواته كلمه بتعبر عن حالتي. خالتي؟ حالتي. حالتي ايه مو مشكله، منيح. هلا جبتي لهم مشان سي دي؟ على اساس بتنام اغاني وبتفيق اغاني وبتنام وبتشرب على الاغاني. ايه ما دخل السمع غير العزف. بسم الله صار عندك فصل حواس. ايه صار، انت كثير زودت اياها ورجعنا حاجه نقبق ساره. ماشي هلا بتروح بتسمع وبتحط راسك وبتنام. ماشي عن اذنك يا استاذ تيمو. ما بدك تعزميني على شاورما؟ هاي ميدو. هاي، شو هالصدفة؟ ليش انتي من امتى بتتمرني هون؟ اليوم اول يوم. بس مو بعيد هذا الجيم عليكي، ما في جيم اقرب على بيتك؟ بلا في كتير، بس ما بعرف ليش حبيت هذا تحديدا. يلا ستي، المهم انك قررتي تلعبي رياضة. بصراحة انا مو بس قررت العب رياضة، في تغييرات جذرية كتيرة رح اعملها بحياتي. برافو، وشو سبب هالانقلاب المفاجئ؟ ليكي ميدو، حابة أبدأ الشغل الجديد بلوك جديد وحياة جديدة. ليش لقيتي شغل جديد؟ ما خبرك فادي؟ فادي لا، ليش؟ فادي عرض علي إني أشتغل عنده براتب كتير كبير،